الخلفية بكل تأكيد هي أنه المراجعة التي قامت بها الإدارة الأمريكية لما سمي بسلوك موريتانيا تجاه استغلال العمالة وكذلك العبودية جاءت سلبية، وأن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قرر بالتالي وقف الامتيازات التجارية لهذا البلد، وهي امتيازات تتمتع بها العديد من دول العالم. كانت الصين إحداها ولا تزال في إطار المعاملة التفضيلية أو ما يسمى بالمعاملة التفضيلية، وفتح أسواق تخفيفية مخففة من حيث الضرائب، وكذلك تشجيع الاستثمارات في هذه الدول واستقطاب العمالة من تلك الدول. حزمة كبيرة كانت تستفيد منها موريتانيا في إطار علاقتها التجارية والمساعدات المالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو الآن أن الرئيس الأمريكي يتجه في الفاتح من يناير المقبل إلى وقف هذه الامتيازات، وذلك على خلفية ما قيل أن موريتانيا الدولة التي بها الآن حوالي 90,000 مستعبد، حتى لا نقول كلمة أخرى، مستعبد، وأن البلد لا زال لم يفعل الكثير ولم يفعل ما هو واجب لإيقاف هذه الظاهرة التي لها حسب كلام الرئيس الأمريكي كذلك لها ارتباطات ثقافية وارتباطات داخلية. فيما المنتقدون خارج الإدارة الأمريكية لا زالوا يشددون ويوافون وزارة الخارجية الأمريكية ويوافون مؤسسات الرقابة المراقبة الأمريكية في هذا الشأن بالكثير من الانتقادات، بل كانت هناك مجموعة من التظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن في مراحل سابقة تدعو الإدارة الأمريكية إلى تجديد لهجاتها تجاه موريتانيا بشأن الاستعباد. أشكرك 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 جزيل الشكر من واشنطن مراسلنا محمد سعيد الوافي، وذكر مشاهدين بأننا نخصص حلقة وجها لوجه هذا المساء لهذا